سبق وإن تكلمت على السيارات في الجزائر. الجزائر البلد الوحيد اللي المواطن ما عندوش الحق يختار واش من سيارة يشري، يجيبوا له يقول له عندك فيات 500 وريزيرفي ويربي توصلك. بينما تمشي في تونس، في موريتانيا، في مالي، نقارنك مع هذا المغرب ما هدروش عليها، خلينا منهم هذوك ديان هذوك فاتوا هربوا 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 على هذيك اللي نكرهوهم، على هذيك نكرهمنا شكون هربوا. ولو كان غدوا يتحلوا الحدود والجزائريين يشوفوا المغرب ينوصل راح تنوض حرب، يجريهم ولا عصابه بلاصي، الله يجري وراهم بلاصي. اي نعم، حط فيها حيرك سني، يجري وراهم يديرهم العصي والصباب ضربوا بالسكرتي خان الدماغ. تروح للدول هذو تصير لي زونسان لي بلاكات بيسيدار تاع فيات تاع مرسيدس تاع فورد تاع كل انواع، تروح تبي كونسيسيونير عشان السيارة اللي حاب تروح عند كونسيسيونير. في الجزائر ما كاينش لي كونسيسيونير، لانه كاين مونوبول احتكار. وعلاش الاحتكار؟ لخاطر باش نبقاو حاكمين كل شيء في يد العصابه. كي نعطيك تصريح باش تجيب السيارات، كي تدي تصريح راح تحط تكح تشيبه ديالك. نعم تكح تشيبه هاوي 10% 20%. واه تعمل درك نتايا تروح تجيب سيارات تبيعهم تولي ملياردير وانا جينيرال نتفرج فيك. نو انا نبقى ديما باباها نزم نعيش خير منكم كامل وما نخدم ما نخدم ما نقدم والو للجزائر. جينيرال كادو ما يقدم والو للجزائر، واحد بوال كيما دروبي واش يقدم للجزائر؟ برك قولوا لي برك واش يقدم للجزائر الا تبهدل هذا واش تجيب. دونك في الجزائر يقول لك نجيبوا لكم السيارات هذه سيام السيارات احتكار. بكري باش نتكلموا قلت بكري كان ثاني الاحتكار، وي كان الاحتكار بكري السيارات، ولكن الاحتكار داو حكمة الدولة شناكم هي اللي تجي، ماشي كونسيسيونير بريفي خلص تشيبا، لا الدولة. وكي تجيب ناس يشفعوا ما تجيب ليكش ماركة واحدة، جابوا الهوندا أنواع ريتمو 60-75 الباسات زاستافا في نفس الوقت في نفس الوقت. ومن بعد ولاو الناس عندهم الحق يديروا لايفي اوتوريزاسيون دامبورتاسيون فيكول، روح جيب سيارة من فرنسا وخلص لادوان تاعها. وكان ذاك الوقت دينار غالي بقيمته، أنا صرالي وشريت سيارة بربع ملايين في فرنسا خلص عليها 2.8 ملايين تاع لادوان. أي مواطن قادر يجيب سيارة والناس في لي شانزيليزي الجزائريين معمرين يشريو في الرينو يشريو في المرسيدس يشريو في الأونو في البيجو 504 كانت لا موضة. لكش كونسيسيونير يخلص تشيبا وقال جيب شيري جيب جيل جيب فيات 500 ليش تحتم عليها؟ خلي الجزائري يروح يجيب يا اخي صراطنا بكري ورحنا جبنا مسرى والو منهارش الاقتصاد الجزائرية. ليش تونس يقدر يجيب المغربي؟ خلينا من المغربي ما عادش نهضر عليهم الموريتاني انا ضعيف ونقزوا ديروا القنطرة ونقزوا الموريتانيا وبعد نحطوا السنغال ونجوا طالعين على مالي وكذا. مالي يقدر يستورد سيارة، ايه السنغال يستورد يجيب سيارة من الخارج ما يقولوش تشري شيري بالسيف ودرك نجيب شيري. هذه اكبر فضيحة
واليوم بصح بودورو فرحانين ويتكلمولك على سيارة شيري وعلى سيارة هذه اللي جايبينها جيل، ولكن خاصة سيارة شيري راهي كبيرة. قال لك جيب سيارة شيري، موعد فتح طلبيات سيارة شيري، قال لك يسلموها في 45 يوم، تكمونديها في 45 يوم يمدوها لك. راهم فرحانين الصحافة، راهي تتكلم على سيارة شيري. نور شيري هادية واش تكون السيارة تاع شيري؟ هنا الفضيحة الكبرى، الفضيحة الكبرى لسيارة شيري. سيارة شيري قالت تبدأ من الصين، تبدأ من الصين بلاد الحرام، عبركم الدنيا راه في غفلة، في الانترنت، طبي روح ويكيبيديا، ادخل ويكيبيديا، لا أكثر ولا أقل، موسوعة إلكترونية، واش تبغي؟ نقول لك كروس أوتو كو إل تي دي، إن شينوا، إتان كونسلتور سينو إسرائيلي، صيني إسرائيلي، بازي أ شانغاي إن شين، فيليال دي جروب شيري إسرائيل كوربوريشن. Qui détiennent chacun la marque à 50%. Comme si le mien, l'Israël Corporation, comme si le mien, le groupe Chéri Sine. Et donc, j'ai dit si y a la Chéri, l'Iqtisad israéli. Tu as mis? Mais maintenant, roi. الويكيبيديا وتصيب المعلومة، وإلا ما أمنتش هاي ليك درنا لك بديت كابتور ديكران باش تشوف هذه شيري كيف جبناها. هذه شيري يقول لك en juin 2009 la proportion de l'actionnariat entre Chery Automobile et Israel Corporation a été changée de 55-45 à 50-50, faisant perdre à Chery le contrôle de la majorité. يعني في juin 2009 مش الحكاية جديدة قالت كله لا راهي قديمة تسمعها في ويكيبيديا التاريخ يحط لك تعلن لك في جوان 2009 ملي كانت 55% الشيري الصينية و 45% للشركة الإسرائيلية ولات 50-50 ولات 50-50. لور كيفاش هادي ما على بالكمش بها ويلا يا ولاد الحرام ما على بالكمش باللي شيري شركة إسرائيلية تعاقدتو معاها، راكم جابو ديجا راهم جابو دايرين عاس وراهم دايرين هيلولة دايرين حالة يا ولدي راهم شوف وين نحطك يا طبق الورد، راهم وين نحطك يا طبق الورد، استغل استغل لو لونسمون أوفيسيال شيري ألجيري نعم. تفضل اسي هاب ليك الدرابو تاع الجزائر والسيارات كاش مصفينهم وكدا ولادي راهم مغطينها عرس كبير جايبين شيري للجزائريين. وشيري هادي سيارة، السيارة هادي شيري، هادي هادي شيري السيارة، يعني من كل السيارات نصبوا غير شيري هادي.
وهذه كي طلبات بقى تستنى 45 يوم، خلصنا شهر ونص، ما تديهاش ديريكت كما في الدول اللي محتارمة نفسها، لا حط وتستنى. يعني خصوا السيارات كامل باش نروحو نجيبو حنا سيارة إسرائيلية صينية. برافو عليكم، برافو عليكم، مع فلسطين ظالمة ومظلومة، وحنا ضد إسرائيل وما نتكلموش مع إسرائيل وما نديروش مع إسرائيل، وحنا ضد التطبيع اللي مطبعين ما همش يخدموا في الاقتصاد الإسرائيلي ما تخدم فيه عصابة الجزائر، اللي مطبعين الأقل يواجهوا إسرائيل ويقولوا لها واش يلزم ينقال. هذا لي هذه فضيحة أخرى من فضائح عصابة ولاد الحرام في الجزائر. أكبر فضيحة هذه يعني تجيب سيارة إسرائيلية تسوقها في الجزائر واستغل، ولا صحيفة غدوة تتكلم، ولا قناة تلفزية تتكلم، ولا مسؤول يتكلم، ولا نائب برلماني يتكلم. ممنوع، كلام ممنوع، كلام ممنوع. وعلاش؟ لأنه اللي مضى المارشي عنده تشيبة كبيرة، عنده خيط صحيح مع جنرالات السي كي كمنا رأيه هيه ماشي أرواح. وروح انت جيب سيارات تاع شيري تاع إسرائيل، برافو، يعطيكم الصحة. من الاقتصاد الإسرائيلي ومنع الشعب الجزائري من الخروج للشوارع للتنديد بجرائم الإسرائيليين، وفتح مدرجة ملاعب للشباب الجزائري باش يندد بجرائم الجيش الإسرائيلي والنظام الصهيوني. وزعما تلعبوا قال نشكيو تبوني، يقولوا ميزم تروحوا تشكيو لله. هاي شو شو هاي، درك نشوفوها مالها هذه بعد الجيل.